شكرا لك لميس، ومشاهدينا برحب بكم مرة تانية وبنكمل معاكم باقي فقرتنا في هذا الصباح. تكلمنا بشكل سريع ربما وتوقفنا عند محطات الرئيس الأوروبية في جولته الحالية اللي بدأها بالأمس بإيطاليا والفاتيكان واليوم في فرنسا، وكمان اتكلمنا عن يعني أهم الملفات الموجودة في أجندة الرئيس، وعلى قائمة أو هذه الأجندة طبعا الملفات الاقتصادية، وده من اليوم الأول ده الاهتمام والشغل الشاغل الحقيقة للإدارة الحالية، واللي بدأناها بقرارات اقتصادية أكثر من صائبة أكثر من إيجابية زي ما الحقيقة أشارت إليها كل مؤسسات المالية العالمية، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي وما إلى ذلك. من هنا بيجي الاهتمام طبعا في جولة الرئيس بإيطاليا، ومن خلال يعني انها بتتولى الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي، وطبعا التبادل التجاري بين إيطاليا ومصر. وللتعرف بالتفصيل حنان ومشاهدينا الكرام على أبرز الأبعاد الاقتصادية ومعرفة هذه الأبعاد الاقتصادية بالتفصيل، يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا ضيفا كريما في حلقة اليوم لاستعراض أهم هذه الأبعاد الاقتصادية، الدكتور عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي. دكتور عبد النبي صباح الخير. صباح الخير وأهلا بحضرتك فندم. أهلا بيسر. أهلا بيسر. دكتور عبد النبي، لو أردنا أولا أن نتعرف على أهم الأبعاد الاقتصادية لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإيطاليا وفرنسا والفاتيكان. يعني البدء بإيطاليا هو جزء موفق جدا، إيطاليا بتعتبر أهم سوق للصادرات المصرية، يعني يذهب إلى إيطاليا ما يقترب من 2.3 مليار دولار، بتمثل 8.6% من إجمالي الصادرات المصرية، يعني أكبر سوق مستورد للسلع المصرية بتأتي إيطاليا. نعم. إيطاليا تحتل برضو المرتبة الرابعة من حيث الواردات، يعني أكبر رابع سوق بنستورد منها على مستوى العالم هو إيطاليا. أضف إلى ذلك أن الاستثمارات الإيطالية اللي موجودة في مصر بتحتل مرتبة متقدمة جدا، تقترب من المرتبة الخامسة على ما أعتقد بحوالي 6 مليار دولار. في مجموعة من الملفات الجاهزة للعرض في هذه الزيارة، يمكن يعني مجملها أن متوقع أن يتم الحصول على 507 من 10 مليون دولار، منها 280 مليون دولار في شكل استثمارات مباشرة، يعني شركة بيرلي بتزيد استثماراتها من 180 مليون دولار حاليا إلى 280 مليون دولار، يعني حوالي 100 مليون دولار، بالإضافة لأن هناك كان في اتفاقية مهمة جدا ما بين مصر وإيطاليا اسمها المبادرة القدراء، ودي كانت بتنص على إنشاء أسطول بحري لتصدير الخضر والفاكهة من مصر إلى أوروبا عبر إيطاليا. برضو لو نظرنا إلى حجم العمالة اللي موجود في إيطاليا بنلاقي حجم العمالة المصرية الموجود في إيطاليا بيعتبر أكبر يعني تجمع مصري موجود في إيطاليا، بيزيدوا عن مليون مواطن مصري، بيحولوا سنويا ما يزيد عن 3 مليار دولار. ناهيك بقى عن جزء مهم جدا زي ما حضرتك أشرت، إن هي الزيارة إلى إيطاليا والفاتيكان، وكلنا بيعرف مشاكل الإرهاب اللي بتعاني منها المنطقة واللي بدأت أوروبا نفسها تنكوي بيها بعد ما سمعنا عن المقاتلين الأوروبيين، يعني صحيح بيقولوا أنهم من أصول عربية أو أصول إسلامية لكن هم جيل تربى على الثقافة الأوروبية، يعني مواليد أوروبية خالصة، اللي موجودين الشباب اللي هم ما بين 18 و 22 اللي موجودين في داعش. بدأت أوروبا وبداية إيطاليا تشعر بخطر الإرهاب، تشعر بخطر الهجرة غير الشرعية، ومن هنا أهمية هذه الزيارة أنه تعاون ليس على المستوى الاقتصادي فقط لكن هو يعني على المستوى السياسي على مستوى مكافحة الإرهاب. أحس أنها زيارة شاملة لها أبعاد كثيرة جدا ومتشعبة. أيضا بالنسبة لي موضوع السائحين الإيطاليين، وخصوصا أن السياحة الإيطالية الوافدة إلى مصر تأثرت في السنوات الأربع الأخيرة خلاف ما قبل 2011، هل نتوقع على نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مصر إلى إيطاليا أن تزداد أو تعود الحركة السياحية الإيطالية الوافدة إلى مصر إلى سابق عهدها وتزيد؟ يعني سؤال في منتهى الأهمية، يعني ذلك متوقف على من يحصد وراء الرئيس، يعني الرئيس يزرع إن كان وراءه إدارة جيدة تستطيع أن تحصد وتحق وتضع التوصيات والنتائج موضع التنفيذ فأنا أقول لك بالتأكيد. لكن ما أرى، يعني من تابع بعض التصريحات التي قيلت بعد تأجيل المؤتمر الاقتصادي للعالم الذي كان مزمعا عقده في شرم الشيخ
وحتى بعض يعني وزير اقتصاد احد اهم الدول الداعمه لمصر وهو وزير اقتصاد الامارات عندما يقول ان الحكومه المصريه لا تمتلك خطط استراتيجيه طويله الاجل من اجل الاستثمار، الرئيس يبذل كل ما في وسعه. يعني زيارته حتى لروسيا في فتره سابقه اجبرت الولايات المتحده الامريكيه على ان تغير لهجتها من التهديد الى طلب التعاون الى حتى يعني عرض الى ان اتى الوفد الامريكي بعد طبعا وحضرتك شفت الوفد الامريكي الرسمي طبعا اكبر وفد اقتصادي امريكي على مستوى يعني على مستوى العلاقات ده اتى نتيجه للزياره او المجهودات الناجحه التي قام بها الرئيس خلال زيارته لروسيا ودول اوروبا الشرقيه السابقه. هنا السؤال، هل تم حصاد هذه الغله ووضعها موضع التنفيذ؟ هنا ممكن اقول لحضرتك يعني بسؤال وحضرتك تجاوبنا عليه، وفي اطار الرد ايضا على وزير الاقتصاد الاماراتي. يعني لو احنا هنا بنتكلم انه الرئيس طبعا وبنتكلم في الاجنده الاقتصاديه، لكن الرئيس يذهب هذه المره بعد اعلانه عن صدور قانون الاستثمار الموحد والشباك الواحد، بعد ما كان عندنا 73 الف قانون للاستثمار تقريبا وكان المستثمر بيتوه بين الهيئات والقوانين. فده تقريبا أكبر رد فعلي أنه على رؤية مصر الجديدة، استراتيجية الجديدة، ويعني الرغبة الجادة في أننا فعلا نجذب يعني استثمارات. الكلام ده بالتأكيد كلام مهم، لكن يعني عندما نتحدث على أرض الواقع المسألة مختلفة. لن يأتي إلينا من ليمن من الدول من الاستثمارات الأجنبية في المشروعات العادية، لا أتحدث عن مشروعات الغاز ومشروعات التنقيب على البترول، ديك لها أثر وأشكال. لن تأتي إلينا استثمارات حقيقية في مجال المشروعات إلا في ظل وجود برلمان. يعني عندما نتحدث عن التشريع علشان كده كان برضو تصميم الرئيس أنه يتم أيضا البرلمان قبل تنفيذ هذا الاستحقاق يعني قبل إقامة المؤتمر. يعني عندما نتحدث عن نية الحكومة لإصدار قانون جديد للاستثمار ويعني نجد هجمة شرسة كبيرة جدا من رجال الأعمال على هذا القانون، ويمكن ما يحدث في سوق الصرف الحالي الآن من رفع كبير جدا غير مبرر في سعر الدولار دولار. رغم أننا لا في موسم حج ولا في موسم عمرة ولا تمول وردات بعينها، بل على عكس ده احنا عندنا يعني معطيات بتقول ان الاحتياط النقدي بتاعنا بيزيد، ومع ذلك بيزيد سعر الدولار. واضح ان هناك في لوبي بيحاول يضغط، يا اما يحرج الرئيس، يا اما يحرج الاداره الاقتصاديه، يحرج رئيس الوزراء، يحرج محافظ البنك المركزي. في ظل الحديث عن تشريعات تاتي من مهما كان مع احترامي للجميع تاتي من حكومه او تاتي من رئيس بدون ان يكون عليها رقابه برلمانيه، احنا عارفين ان البرلمان هو اساس التشريع طبعاً. لكن على الاقل يشرع ويراقب الأداء. ودوليا بينظر لمصر بشكل اخر انها حتى الان بدون برلمان. فيبقى يعني عندما نتحدث عن جذب استثمارات، الزيارات رائعة جدا وممتازة، ومن هنا أنا بقول على الحكومة دور وعلى الشعب دور. يعني أنا بالفعل حزين إن إحنا عندنا ما يزيد عن 95 حزب، أنا شخصيا ما أعرفش أكثر من 10 منهم، ومع ذلك غير قادرين على أن نتفق على قائمة جيدة أو على أسلوب يكون عندنا برلمان. يعني عيب ان مصر دوله من اكبر الديمقراطيات اللي موجوده، يعني مش عايز اقول على مستوى العالم لكن على الاقل على مستوى المنطقه، ونبقى قاعدين سنتين غير قادرين على ان يكون لدينا برلمان. بالنسبه دكتور عبد النبي لي ايضا المؤتمر الاقتصادي المصري، ايه هو الدور الايطالي اللي ممكن تساهم او تشارك في هذا المؤتمر الاقتصادي؟ دورها هيكون ازاي، وهل هو دور مؤثر ام دور عادي زيها زي اي مشارك في المؤتمر؟ يعني اوروبا وايطاليا بالذات سوف يكون لها دور بارز حقيقي. يعني من يتابع مشاكل الاستثمار الموجوده في مصر سوف يجد ان هنالك عدد غير قليل من المشروعات الايطاليه متوقف ويحاول ان يعيد العمل من جديد. يعني معروف ان احنا عندنا عدد كبير جدا من المصانع متوقف، منها عدد غير قليل ينتمي الى المصانع الايطاليه، وده كان ناتج يعني بعد ثوره 25 يناير. كلنا عارفين ان المشاكل الامنيه وانسحاب الامن وما كان يسمى يعني بالفوضى الامنيه، جزء كبير جدا من هذه الاستثمارات موجود في منطقه في مناطق صناعيه، المناطق الصناعيه ده معروف انها مناطق بعيده عن العمران. عندما انسحب الامن او يعني لم يعد يعمل بالقدر المطلوب، استولى البلطجيه او من سميهم بقى على مقدرات الامور في هذه المناطق، واصبح من اجل ان تعمل يجب ان تدفع ايتاوات. بعد كده توقفت هذه المصانع عن العمل، لقينا عندها تراكمت عليها ديون، اذا كان عليها ديون للبنوك، عليها استحقاقات للمياه والكهرباء وتامينات واجور عماله، عندها مشاكل كبيره جدا. المؤتمر الاقتصادي ده يعني فرصه ان تحل كافه هذه المشاكل للاستثمارات، مش بس الايطاليه لكن يعني
الاستثمارات الايطاليه والاستثمارات الاوروبيه. ومن هنا يمكن احنا بنتكلم على ايطاليا زي ما انا قلت لحضرتك انها يعني اكبر شريك تجاري موجود في مصر او اكبر متلقي للسلع المصريه، واحنا بنتكلم على فتح اسواق جديده للصادرات المصريه. ايطاليا اكبر مستورد من مصر، يقدر يبقى سوقنا او منفذنا لباقي الدول الاوروبيه. كمان زي ما احنا بنقول ان حجم العماله اللي موجود فيها وحجم تحويلاتهم، اذا كنا بنتكلم على تحويلات بتقترب من 3 مليار دولار سنويا، انا شخصيا اعتقد ان يمكن مضاعفتها الى 6 مليار دولار، يعني بنتكلم على حوالي 60% من دوله واحده من حجم الاستثمارات اللي احنا متوقعينه من المؤتمر الاقتصادي ككل. يعني المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده في شرم الشيخ، يعني افضل التقديرات تقول اننا ننتظر منه 12 مليار دولار. اذا كان زي ما انا بقول زياره الرئيس ومقابلته مع الجاليه المصريه اللي موجوده هناك وعقد مجلس الاعمال المصري الايطالي، انا شخصيا اجد ان هذه كلها مقدمات جيده جدا على البعض ان يحولها الى نتائج ملموسه واجراءات منفذه. لكن مساله ان يعني ياتي الينا استثمار في عدم وجود برلمان، انا شخصيا مع احترامي لكل ما يحدث اجد ان ذلك لن يحدث على الاطلاق مهما كانت الاجراءات المبذوله. لان اذا كنت حضرتك بتتكلمي على قانون للاستثمار جديد، طب احنا بنقول ان بمجرد البرلمان ما ياخذ سوف يراجع كل هذه القوانين. نعم. المستثمر الاجنبي ده يعني من يدري او من يؤكد له ان البرلمان الجديد لن ينقض هذه البنود او يعني سوف يعدل الاجراءات والقوانين التي اتى للعمل فيها. لكن في ظل وجود البرلمان عندما يتم عرض تشريع يبدا يعني مناقشته بكل شيء، حتى بقى رجال الاعمال او المستثمرين كل من له مصلحه في هذا القانون يضغط من اجل ان ينفذ بعض شروطه. نعم. هنا بيبقى في تفاعل مجتمعي، من هنا التشريع بيبقى معبر عن بيئه الاعمال والبيئه الاقتصاديه بحق، ومن هنا بياتي المستثمر وهو ضامن انه يعمل في بيئه سوف تستمر، وان لم تستمر فعنده اسلوب جيد للتقاطع. طبعا بالظبط. لو اتكلمنا كمان واحنا بنتكلم عن زيارة الرئيس لروما بالأمس، وكان مقرر وعلى أجندة الرئيس أيضا لقائه بالمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو. طب أهمية الزيارة أو لقائه مع المدير العام للفاو، إيه اللي ممكن تقدمه لمصر في المرحلة يعني الحالية؟ في ضمن برضو أحد الأهداف المخططة جدا، وكويس أنكم ذكرتوني بالجزء ده، هو إقامة مزرعة نموذجية تعتبر أكبر مزرعة في الشرق الأوسط في مصر مساهمة إيطالية فرنسية. المفروض أنها هيبقى فيها جزء للاستثمار الداجيني، للاستثمار للإنتاج الحيواني وإنتاج الألبان، بالإضافة إلى زراعة بعض الأنواع من الخضر والفاكهة زي ما احنا قلنا اللي هي الخاصة بالممر الأخضر. أعتقد أن الفاو يعني ممكن أن تكون مستشارا مهما جدا وفاعلا في هذا الأمر. يعني احنا عندنا للاسف الشديد يعني الكل كان بيتحدث عن ان مصر هبه النيل وان مصر دوله زراعيه بالاساس، عندنا اجزاء كبيره جدا من الاراضي الخصبه القابله للزراعه ببعض المجهود الصغير جدا، لكن من يعني من ينظر الى الدلتا القديمه التي نعيش فيها يجد يعني الاعتداءات الجائره على الارض الزراعيه الموجوده. طبعا. ومن ينظر الى الاراضي القابله للاصلاح والزراعه على مستوى الجمهوريه يجد اهمال كبير. ومن هنا يمكن برضو حتى استكمالا للموضوع، يعني على هامش هذه المزرعة هنالك بعض الاتفاقات بين الجانب المصري والجانب الإيطالي في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، سواء كانت الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، ودي بتبقى محتاجة يعني مناطق كبيرة جدا شاسعة ومفتوحة بحيث أنك تقدر تعمل فيها. فأنا أعتقد أني يعني وأتمنى أن يتم الاتفاق على هذا المشروع في هذه الزيارة، هو أحد الملفات الجاهزة والموجودة في حقيبة الرئيس، إنتاج مزرعة كاملة متكاملة ويعني وبجوارها ما يسمى بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. الفاو بالتأكيد هيبقى لها دور مهم جدا في تنفيذ هذا المشروع. نعم. ننتقل دكتور عبد النبي إلى محطة أوروبية مهمة أيضا، وهي زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا. إيه هي النتائج الاقتصادية المتوقعة من زيارة الرئيس السيسي إلى العاصمة الفرنسية باريس؟ يعني في فرنسا جزء مهم جدا، يعني اتكلمنا عن إيطاليا وتكلمنا عن أوجه التعاون، يمكن فرنسا بتأتي في المرحلة السابعة من حيث حجم التجارة ما بين مصر وفرنسا، برضو حجم الاستثمارات الفرنسية اللي موجود في مصر بيقترب من حوالي 3 مليار دولار. لكن أوجه التعاون ما بين مصر وفرنسا يعني من يقرأ المؤشرات يجد أنها تراجعت بشكل كبير، وأن هنالك فرص كبيرة حقيقية للصادرات المصرية. يعني إذا تكلمنا عن
الزهور، الورود، بعض السلع التي كانت لها رواج كبير جدا في السوق الفرنسي بدأت تتراجع. ومن هنا أنا أعتقد أن هنالك أجزاء مهمة جدا للتعاون ما بين مصر وفرنسا، سواء بقى على من خلال زيادة الاستثمارات الفرنسية أو حتى استعادة السلع والمنتجات المصرية لأسواقها التي كانت موجودة في فرنسا. ناهيك برضو عن أن في جزء كبير جدا من العمالة، يعني فرنسا تعتبر الثاني أكبر تجمع مصري في أوروبا بعد إيطاليا. دكتور عبد النبي، اسمح لنا أن احنا نروح لاتصال هاتفي مع زميل علاء رشوان مراسلنا في روما. صباح الخير علاء. صباح الخير على ضيفك الكريم وكمان المشاهدين النيل الكرام. علاء، قول لنا يعني من موقعك في روما أهم النتائج الملموسة والأجواء طبعا لزيارة الرئيس بالأمس لروما. الحقيقة الأجواء إيجابية للغاية، وده ظهر جليا في المؤتمر الذي عقد مساء أمس بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي. تصريحات قوية من الجانب الإيطالي اللي فيه نية لتعزيز العلاقات الثنائية خاصة في المجالات الاقتصادية الفترة المقبلة، بعد تصميمات تقدم بها السيد الرئيس ووفد المرافق له أن مناخ الاستثمار مناخ مهيئ تماما لاستقبال استثمارات أوروبية وخاصة إيطالية. إيطاليا كما هو معروف الشريك التجاري الأوروبي الأول لمصر والثالث عالميا بعد الولايات المتحدة والصين بإجمالي استثمارات بلغت 6 مليار دولار. المفاوضات والمباحثات امبارح كانت تدور حول تكثيف الاستثمارات الإيطالية في بعض المجالات، منها الطاقة، منها التشييد والبناء، منها تصنيع، وكذلك في قطاع السياحة وزيادة عدد السائحين الوافدين من إيطاليا إلى مصر. النهاردة بعد قليل يعني ربما نصف ساعة من الآن اجتماع مجلس الأعمال المصري الإيطالي. الاجتماع هيشهد كلمة مطولة للسيد الرئيس تمتد ل 15 دقيقة. في هذه الكلمة سوف يستعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي آفاق الاستثمار والفرص المتاحة لضخ الاستثمارات الأجنبية في مصر، ويسوق للمؤتمر الاقتصادي العالمي المقرر انعقاده في القاهرة في منتصف مارس القادم، ويلقي الضوء على التسهيلات اللي بتقدمها الحكومة وأيضا قانون الاستثمار الموحد الذي من المقرر أن يصدر إلى النور في خلال شهر أو شهرين على أقصى تقدير. سوف يتحدث الرئيس أيضا عن ترحيب الحكومة المصرية بكل المبادرات الاقتصادية خاصة من رجال الأعمال، ويلقي الضوء أيضا على بعض المشاريع التنموية الكبرى من بينها مشروع تنمية قناة محور التنسيق الجديدة والمثلث الذهبي وبعض الفرص الأخرى للاستثمار. يعني لقاء في منتهى الأهمية بيترقبه رجال الأعمال الإيطاليين منذ بدء زيارة السيد الرئيس إلى روما بالأمس. هذا اللقاء سوف يعني يثمر أو يتمخض عن مش لن نقول توقيع اتفاقيات، ولكن إبداء نوايا من قبل رجال أعمال إيطاليين بعينهم للاستفسار عن مجالات معينة محددة للاستثمار فيها في الفترة المقبلة ووضع جداول زمنية تحدث عنها بالأمس رئيس الوزراء الإيطالي، أنه في خلال الشهر القادم سوف يقوم وزير التجارة الإيطالي بالتنسيق مع نظيره المصري في زيارة عمل إلى القاهرة الشهر المقبل، لفتح أيضا الباب أمام بعض المستثمرين في مجالات الغلال ومجالات الغذاء وهكذا. نعم، على اجتماع مجلس الأعمال المصري الإيطالي عفوا، وفي عجالة هناك لقاء آخر مع مدير عام المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، ويلي لقاء مع المدير العام لوزارة الأمم المتحدة. بعد هذين اللقاءين سوف يطير السيد الرئيس والوفد المرافق له إلى باريس. نعم، وسنتابع معك علاء رشوان مفدنا إلى العاصمة الإيطالية روما أيضا أعمال ونتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الفرنسية باريس عند وصوله إليها إن شاء الله. علاء رشوان مراسلنا في روما، شكرا لك، كنت معنا عبر الهاتف. ونستكمل نقاشنا مشاهدينا الكرام مع الدكتور عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي. أهلا بحضرتك مرة ثانية دكتور عبد النبي. كنا بنناقش الأبعاد الاقتصادية المتوقعة من زيارة الرئيس السيسي إلى العاصمة الفرنسية باريس.
يعني كما قلنا يعني السلع المصريه كانت محط اهتمام جدا في السوق الفرنسي. وحضرتك قلت انها تراجعت، اسباب هذا التراجع ايه يا دكتور؟ احنا عندنا يعني عندنا تراجع شامل في بعض الامور. يعني احنا كنا مثلا كان عندنا صادرات بتقترب من حوالي 33 مليار دولار، النهارده بنتكلم في حوالي 26.6 مليار دولار. يعني انا بتكلم عن تراجع تقريبا 5 مليار دولار، فالتراجع ده الى حد ما مقبول. يعني لا اقصد مقبول بشكل اقتصادي، لكن يعني في له في الفتره السابقه يعني الامور مبرره. يعني عندنا جزء كبير جدا من المصانع متوقفه، وكما قلت لك حتى في الاستثمارات الايطاليه عندنا اكثر يعني عدد غير قليل من المشروعات الايطاليه متوقف، برضه بالشكل عدد من المشاريع الفرنسيه متوقف. دي بعض الامور التي ادت الى انخفاض الصادرات بشكل عام، لكن لايطاليا وفرنسا يمكن حتى للسوق الفرنسي كانت واضحه، لان كنا يعني بنتحدث عن سلع بعينه. برضه ادف الى ذلك ان جزء مهم جدا من صادرات مصر كان متمثل في البترول والمنتجات البتروليه، واحنا للاسف الشديد يعني بعدما كنا مصدرين للوقود يعني للبترول والمنتجات البتروليه، اعتقد ان الجميع يعلم حالنا الان اننا اصبحنا مستورد اكبر للمنتجات البتروليه. الامور بتزيد، يعني احنا كنا بنستورد اقل من حوالي 2 مليار دولار وقود في 2011، النهارده احنا بنتكلم رقم وصل الى حوالي 10 مليار دولار في خلال سنتين. يعني المساله بالفعل خطيره، يعني دي بعض الاسباب اللي ادت الى تراجع بعض. اذا دكتور خلينا لو اتكلمنا في المجمل، في مجمل الزياره الاوروبيه والنتائج المرجوه منها، هل متوقع من وجهه نظر حضرتك انه نتلقى المزيد من المشاركه الاستثمارات في ربما في المؤتمر الاقتصادي او القمه الاقتصاديه القادمه، عوده السياحه الايطاليه والفرنسيه مره اخرى في المجمل بشكل اكبر خلال الفتره يعني القادمه؟ كما قلت لك إذا وجد ظهير سياسي حقيقي من المجتمع ومن الشعب يخدم على زيارات الرئيس فمن المؤكد. إذا تمكن الشعب وتمكنت القوى السياسية وتمكن المصريون من الوصول إلى صيغة محترمة لبرلمان حقيقي يعبر عن أمل الشعب فمن المؤكد. إذا استمرت الأمور على هذا الحال فللأسف الشديد، يعني كل من تابع زيارات الرئيس إلى أوروبا الشرقية وروسيا كنا نتوقع الكثير والكثير، لكن للأسف الشديد يعني حتى جزء مهم جدا مما طلبه الروس لم يتمكن المصريين من توفيره، لأنهم يعني رغم وجوده لكن ما فيش إمكانيات لا في بروتوكول ولا في طرق للنقل ولا غير. في ظل دعم شعبي حقيقي ومعرفة الشعب بالدور المنوط به وتنفيذه ووجود وقيام الحكومة بتنفيذ ما عليها والاتفاق على شكل معين يضمن وجود برلمان حقيقي، أنا متأكد أن معدلات النمو في مصر في عام 2017 سوف تصل إلى ما يقرب من 8%. إذا استمر الحال على ما هو عليه، نحن الآن نتحدث عن معدل نمو بيتراوح بين 2-3%، فللأسف الشديد لن نستمر على هذا. تحدثنا كثيرا دكتور عبد النبي عن الاستثمارات المتوقعة والمرتقبة من قدومها إلى مصر، ولكن البعض بيتخوف من يعني قلة هذه الاستثمارات على الصعيد العالمي، خصوصا في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، ومن الدول اللي هتتأثر بكده إيطاليا وفرنسا. هل ممكن هذا يكون يعني حجر عثرة في سبيل قدوم الاستثمارات الإيطالية والفرنسية إلى مصر، أم أن الأجواء التي ستكون مهيئة هنا على الأرض المصرية حتكون جاذبة ويعني منعشة للاستثمارات القادمة؟ يعني أنا شخصيا يعني غير متفائل في هذه النقطة، خاصة أن يعني جزء من تراجع المعدلات النمو العالمي ده جزء، الجزء الآخر هو تراجع أسعار البترول، يعني جزء كبير مما كنا نعول عليه هي استثمارات عربية إماراتية وسعودية. يعني والدعم الخليجي طبعا هم عندهم مشاكل دلوقتي عن دعم، لكن على الأقل استثمارات عندما تتحدث عن يعني هذا الهبوط الكبير جدا في أسعار الدولار ومن هنا في أسعار البترول، ومن هنا أنا أقول يعني لدينا ما نحتاج إليه سواء بقى من مصريين موجودين في الداخل أو حتى مصريين موجودين في الخارج. يعني كيف تمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال التحامه بالناس من أن يعني يجمع ما يزيد عن نتحدث عن حوالي شهادات استثمار قناة السويس، يعني كيف والآن نتحدث عن يعني تقريبا نفس هذا المبلغ بالزبط. نفس هذا المبلغ من الاقتصاد العالمي ولا نستطيع أن نحصل عليه. يعني لدينا من الموارد الذاتية والإمكانيات الحقيقية ما يؤهلنا إلى تحقيق ما نصبو إليه من استثمار وتنمية، بشرط أن ننتهج نفس الأسلوب الذي انتهجناه في مسألة شهادات استثمار قناة السويس. هو ماذا فعلنا شهادة قناة السويس؟ بس حضرتك عارف وزي ما خبراء كتير بيقولوا صعوبة تنفيذ اللي تم جمعه من خلال شهادات استثمار قناة السويس في مشروعات أخرى تنموية. يعني وإحنا عملنا إيه في قناة السويس؟ لأنه مشروع قناة السويس مشروع تاريخي قومي. جميل. إحنا
الصفقات الاستثماريه لما لا نستعرض يعني لا نستحضر مصر العظيمه بتاريخ. لما لا نقول اننا نريد ان نعمر الوادي الجديد كما كان سله غذاء العالم فيما سبق؟ من لماذا لا نستحضر هذا الوازع الوطني ونقول سيناء هذه الحضاره ارض الفيروز؟ يعني احنا تحدثنا عن قناه السويس يعني في 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 3 ثواني. يعني حضرتك من رايك انه ممكن تنفيذ ده مره ثانيه في تمويل مشروعات قوميه حقيقية اخرى قوميه كبرى؟ نعم. بشرط ان احنا نستحضر الوازع الوطني، يكون عندنا الصراحه والشفافيه الموجوده مع وحد حقيقي والتزام بمشاركه العائد، يعني مش نعم. نقدم الفلوس وغيرنا ياخد العائد. نعم. نعم. دكتور عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي بنشكر حضرتك جدا، شكراً جزيلاً لك يوم سعيد. ودلوقتي يا مشاهدينا الكرام بنتعرف على اخبار المال والاعمال وحركه السوق سوق المال المصريه واسعار النقود او اسعار العمله واسعار الذهب والفضه مع الزميل احمد فؤاد. صباح الخير احمد. صباح الخير.